How are you? Lala. Shatter ya ini, shatter. Tarik ini semak seher. فيديو جديد معنا اليوم. ثاني شفتوا في الاول ديال الفيديو حنايا فطرنا، فقنا اليوم فطرنا، عرقنا دابا فين النعاس، فين النعاس، ولكن غادي نحيدوا العكيزات وغادي نمشيو نطيبوا الغداء. اليوم ان شاء الله غادي نديروا الرفيسه. الرفيسه خليكم معنا باش تشوفوا لي ستيب ديال الرفيسه. غادي نوريكم من ا تال زد الخبز كيفاش كيدار والمرقه ديالو كيفاش كدار. خليكم معنا. اول حاجه غادي نديرو نلبسو السر ديالنا ويطلع. فيلا نبداو على بركه الله. اول حاجه بالدجاج، غادي نرقد الدجاجه ديالنا. انا حيت فيها الخضره، غادي ندير الملح من على برا ومن ها هي الدجاجة ديالنا واجدة هنايا. غادي نخليوها ترقد غير بشوية عليها. قاعدة كتسنى. سلام. ونطلبو نشرب هادشي اللي درنا لها دابا. غادي نشوفو باش تخلطو العجينة. هنا كيما كتشوفو درت شوية ديال هذا الفورس، ودرت شوية ديال الزرع، درت شوية ديال الملحة. بما انه ماشي الخبز فغندير شي شوية ديال الخميرة. هاهي الريحة ديال الخميرة، شي شوية صافي. وغادي نعجنوه بالماء. سخونها بقى مرخوفة باش تعاوننا ناخدو شوية ديال الزيت. نخليوها ترتاح. نديرو دابا ديالاش نديرو المرقة ديال العرفيسة. بالنسبة للبصلة، بما انه العرفيسة كتكون أغلبية المرقة ديالها بالبصلة، كنديرو تقريبا 4 حتى 5 ديال البصلات كبار. متبكيوش ياك باش تقطعو البصلة، متبكيوش. I can't, I have to. أبدا نبكي. هادي صح. فنعطيكم الريزومي ديال هادشي كامل اللي درنا. اول حاجه رقدنا الدجاجه وخليناها، ثاني حاجه رقدنا العجينه وخليناها ترتاح، جينا قطعنا البصله 4 ديال البصلات او لا 5 ديال البصلات في المجموع، ومن بعد غسلنا الدجاجه وقطعناها. ها هي قطعها الزوج نتاعي باش دابا غادي نبداو نصبو. بالنسبه للبصله ما غاديش نديروها كامله، هادو اللي قطعنا 4 ولا 5 ديال البصلات اللي بغيتو غادي نديرو تقريبا اكثر من نص شويه. هاد شوية ديال البصلة غادي نخليو، حيت البصلة دابا فاش غطينا على الدجاج غادي تذوب، هاكا مول البصلة تكون باينة. فهادي غادي نخليوها حتى البلاتو غادي نعاودو نزيدو. نسيت هذا ما قلت لكم في الزيت الحلبة، انا الصباح مع شوية ديال العدس، ما بقاش عندي بزاف العدس، درت غير شوية من الحلبة
وغادي نديرو شويه ديال الفول حتى هو الفول هو اللي غادي نبداو به حيت هو اللي كيجد شويه الطياب عليه. دابا غادي نزيد الدجاج. نزيدو الفول زبرة ربطتها هاد النيلة هادي غادي ولا ما معقدش؟ لا راسي قال لي عقديه عقدتو اليوم. وغادي نديرو تقريبا راس ديال التومة، كتعجبني أنا التومة صراحة، ما درت غير يوصا، درت هذا كاع كامل غسلتها نقيتها شوية وغسلتها. وغادي نزيدو سمينة مقياس معلقة وشوية ديال الخرقوم وغادي نزيدو هنايا الحلبة مع العدس اللي في الزبدة الصباح. غادي نخليو كلشي يتشحر ويشرب هاد التوابل كاملين، وعاد غادي نرجعو باش نديرو فيها الماء وغادي نسدوها باش تطيب. واو غادي نزيد حيت البيضة بقى شوية ديال هذا في الكاس، زدنا فيه الماء، غادي نجيب حتى هو. عرفت كيف تكون المرقة؟ دابا غادي نديروها دي بول وغادي نخليوها ترتاح من بعد. كاين هنا عندي شويه ديال الزيت، غادي نبقى ناخذ شويه ديال الزيت في يدي هكا، ناخذ شويه ديال العجينه او غادي ندهنو فين غادي نخدمو الزيت. نحورناها بحال هكا، غادي نغطيوها، غادي نحاول نديرو شي بلاستيكة قبل ما نديرو السيف حيتاش فيها الزيت. رجعنا دابا هاي سويته، هاي طحين الفينو هذا والزبيدة، يلا على بركة الله. كتبوح الحدانة ريحتها عطات الزبدة كيخصها تكون في التمبيراتور الأوبيو ديال البلاصة فين حنا، متكونش
البصله والماء وغادي نشعلو عليه. بالحق ما غاديش نطفي عليه، غادي غير نخليه يتبقى. نطيبوا الرغايف. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's my... أنا كنطيب وكان أطيب هو باش يقطع. هلو، احنا سالينا كملنا الرغيف ديالنا. بغيت غير نشرح واحد القضية. الناس بالنسبة للمغاربة هما ديجا عارفين انه الرغيف كيفاش كيتقطعوا، كيفاش كيكونوا في الرفيسة. بالنسبة للناس اللي ماشي مغاربة اللي نشرح لهم الطريقة كيفاش. اوكي، فبالنسبة للرغيف كما شفتو هما بعد ما كيطيبوا تيكونوا بحال هكا. فاحنا درنا لهم بحال هكا، قطعناهم تيكونوا بحال هكا. اول حاجة تخصنا نقطعوهم بحال هكا. فكملنا كل شيء، المرقه واجده، الرغايف واجدين. جيت نتكسل دابا نرتاح شويه. دوزنا تقريبا هاد الماكله تقدر تاخذ لك من الوقت ساعتين حتى 3 السوايع. كنتسنى غير حسن ومرتو يجيو ان شاء الله باش نحطو نوريكم التفصيل ومن بعد غادي نبداو. اوكي، فدابا غادي نوجدو التفصيل ديالنا. يلا اجيو تشوفوا معايا كيفاش غادي نوجدو. راشد اسمح لينا عاوتاني ماشي خاطرنا راشد تاني. الناس اللي ماشي مغاربه قولوا لي كيفاش جاكم الماكله ديال المغاربه، وقولوا لي راه عندكم شي اقتراحات ولا كتسمعوا بشي اكل مغربي بغيتوا تعرفوا كيفاش كيتصاوب، قولوها لي كمان في الكومنت. فكان هذا هو اخر ديال الفيديو. كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوليمه ديال اليوم. ان شاء الله ندير لكم وليمه اخرى، اولا ان شاء الله المره الجايه غادي ندير لكم شي حاجه جديده. تهلاو فراسكم كما العاده ونشوفكم ان شاء الله عن قريب جدا جدا جدا. باي، مع السلامه.